كره العلماء أن يختار الإنسان امرأة ذات جمال بارع لأنها متعبة إلى أقصى الحدود، فإنها تزهو بجمالها وتحب أن ينظر الناس إليها وربما تعاند زوجها، وربما تتفلت من أوامر الشرع تفلت البعير. لذلك هذا رأي بعض العلماء، أنه يجب أن تختار زوجة تسرك إذا نظرت إليها، أما أن تختارها فائقة فهذا ربما عاد عليك بالمتاعب التي لا حصر لها. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله. يعني هي تزهو عليه بجمالها وهو يتصاغر أمام هذا الجمال، فكأنها هي الآمرة الناهية، وكأنها هي القيمة، وكأنها لها القوامة. لذلك من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، يعني بجمالها فقط، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. لكن لو أن امرأة غنية تزوجتها وطابت لك عن بعض مالها، فهذا يأكله الزوج هنيئا مريئا. إن طابت لك عن بعض مالها يمكن أن يأكله الزوج هنيئا مريئا، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وخضراء الدمن. الدمن جمع ذمنة، وهي المزبلة. وخضراء الدمن أحيانا تنبت نبتة في هذه القمامة، فإذا هي نضرة، لأن كل سماد هي نضرة، هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام خضراء الدمن. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. البيئة سيئة، البيئة غير إسلامية، البيئة غير دينة، متفلتة، الجو العائلي جو مريض، الجو العائلي جو غير صحي. الشاعر الحكيم قال: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. حديث آخر رواه سيدنا أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر عقد قران كان يقول: بارك الله لكما وعليكما وفيكما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تزوجوا النساء لحسنهن. يعني إذا ذكر كلمة حسن أو جمال، المقصود الجمال وحده، يعني آثرت الجمال على الدين. هناك رقة في الدين وتفوق في الجمال، آثرت الجمال على الأخلاق، هناك شراسة في الأخلاق ورقة في الدين وتفوق في الجمال. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الجمال أو الحسن، فالمقصود به من آثره على بعض الشروط الأخرى. بيقولوا إنه واحد يعني وضع 10 شروط: أول شرط الجمال، ثاني شرط الكمال، الثالث الغنى، المال، الرابع الحسب، الخامس النسب، السادس الثقافة، السابع 10. بعت والدته ما في، تخلى عن شرط، عمل جولة ثانية بعد سنة ما في، تخلى عن شرط ثاني،
عمل جولة ثالثة ما في، تخلى عن شرط ثالث. بعد 10 سنوات بقي على شرط واحد، أن يعثر على امرأة ترضى به، ترضى به. فالواحد لا كثير يعقد الأمور. نعم، لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن. يعني جميلة وجاهلة، حسنها يرضيها، يجعلها تستعلي عليه، لا يحتملها زوجها يطلقها، وهذا يحصل دائما. استعلاؤها على زوجها يحملها على أن تكون فظة معه، وقد لا يحتمل الزوج هذا، فيكون الفراق والشقاق. إذن لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. المال يطغي، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. ولأمة خرماء يعني إدنى مشرومة، سوداء ذات دين أفضل. رواه ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالباءة أي بالزواج، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق اختار لنا هذين الشرطين، الودود الولود. يعني ما من طبع أبغض عند الرجل في المرأة من أن تكون لئيمة أو قاسية أو متكبرة أو لها لسان صليط أو مستعلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود، تحب زوجها، تتحبب إليه، ترضيه، تؤثره على كل شيء، هذه الودود. الولود لأنها إذا أنجبت لك طفلاً ملأ هذا الطفل البيت أنساً ولطفاً ومحبةً واشتياقاً، ومتن العلاقة بين الزوجين. الودود الولود. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً. يعني كلام لطيف، مو كل كلمتين الله المرحوم ما كان يساوي هيك، المرحوم ما كان يساوي هيك. فإنهن أعذب أفواهاً، كلام لطيف يعني، وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. تزوجوا الأبكار، عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. هذا كله من حقوق الأبناء على الآباء، يعني ليحسن الأب اختيار الزوجة الصالحة. فإن الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أراد ابن عمر رضي الله عنه ألا يتزوج، فقالت له حفصة أخته: أي أخي لا تفعل، تزوج، فإن ولد لك ولد فماتوا كانوا لك أجرا، وإن عاشوا دعوا الله عز وجل لك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم تزوجوا. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الأنبياء تزوجوا. الزواج لا يتعارض مع الدين، بل في خدمة الدين. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. آية ثانية من فضل الله على الإنسان أن جعل له زوجة.
وجعل له منها أبناء ورزقهم من الطيبات. في أب ذكر لأبنائه فضله عليهم فقال: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. أول إحساني إليكم يا أبنائي تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. هذا هو الحق الأول، حق ابنك عليك أن تحسن اختيار أمه. الآن الحق الثاني، التعوذ بالله من الشيطان قبل اللقاء الزوجي. التعوذ بالله من الشيطان قبل اللقاء الزوجي، لأن في هذا الموضوع أحاديث كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في سؤال دقيق، يعني كلما سألني سائل أنه تعوذت بالله فلم يحصل ما أريد، ربنا عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول لك استعذت بالله ولم يحصل شيء، فما جدوى هذه الاستعاذة؟ في الجواب عن هذا نقول: إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السميع لاستعاذتك، أما العليم لما في قلبك. استنبط العلماء من هذه الآية أن الاستعاذة باللسان لا قيمة لها ولا تكفي ولا جدوى منها، ما لم يكن القلب في أعماقه متجهاً إلى الله بالاستعاذة. فلذلك قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. قل أعوذ، لا تقبل هذه الاستعاذة ولا تجدي ولا تقطف ثمارها إلا إذا كانت نابعة من قلبك، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية فقال: إنه سميع عليم. سميع لهذه الاستعاذة، ولكن يعلم أن قلبك ليس في مستواها. فإذا اتجه الإنسان إلى الله عز وجل بكليته مستعيذا، لا بد من أن ينجيه من كل مكروه، هذا شيء ثابت. الله عز وجل قال: وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالمشاركة في الأولاد أن الزوج الذي ينسى أن يستعيذ بالله قبل اللقاء الزوجي قد يشركه في هذا اللقاء الجن، وعندئذ يأتي الابن شريرا مخيفا. هذا تفسير بعض العلماء لهذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة، يعني حديث متواتر، صار تواتر معنوي، من طرق كثيرة أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره، يعني الشيطان لم يضر ذلك الولد. هذا الحديث واضح. الإمام الداودي قال: معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد أن هذا الابن معصوم عن المعصية. هي قضية سهلة، إذا كان كل واحد بس يسمي بيجي ولد صالح، ولي، عالم، جليل، ما في أهون منها الشغلة. بس العلماء يقولون ليس معنى هذا أنه يصبح معصوماً عن المعصية، ولكن لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان فيهوي به إلى الكفر. إذا استعاذ الزوج بالله من الشيطان الرجيم قبل اللقاء الزوجي. وكلكم يعلم أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يسلم قال الشيطان لإخوانه:
أدركتم المبيت في هذا الليل في هذا البيت. اليوم الليلة هون طول الليل خنائي، لأنه أدركتم المبيت فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي. قال الشيطان لإخوانه وأدركتم العشاء كمان، ما بيشبعوا جماعة. فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي، قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء معا. الليلة نايمين هون والعشاء جاهزين. إذن التوجيه النبوي أن الإنسان عليه أن يسلم إذا دخل السلام عليكم، وعليه أن يسمي إذا أكل. عندئذ يجنب الشيطان، يجنبه الله الشيطان في علاقاته وفي طعامه.